بعد سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع في 21 سبتمبر 2014، واجهت الصحافة اليمنية أكبر خطر مهدد لوجودها، خطر لم يستهدف تقييدها بل تغييبها تماما وجعلها مجرد واجهة لنظام ميليشاوي وطائفي. تقارير محلية ودولية رصدت قيام الميليشيا بارتكاب انتهاكات جسيمة تجاه الصحافة، منها اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية وإيقاف صحف وحجب واختراق مواقع إلكترونية ومداهمة قنوات إعلامية محلية وخارجية. خطواتهم كلها ضررها عام. حول الحوثيون المؤسسات الإعلامية الرسمية، فضائيات ووكالات وصحف لصالح خطاب جماعتهم، وأضحت تلك المؤسسات ناطقاً حصرياً لترويج الأفكار الطائفية ومشاريع الموت والعنف. واتخذت ميليشيا الانقلاب ضد الصحفيين والإعلاميين سلسلة إجراءات قمعية لا تبدأ باستخدام القوة المفرطة ضدهم والزج بهم في المعتقلات والقتل العمد والتعذيب، ولا تنتهي عند الاختطاف والإخفاء القسري. كان عام 2016 الأسوأ في تاريخ الصحافة اليمنية حسب وصف تقارير حقوقية، حيث قتل فيه 6 إعلاميين وتم اختطاف واحتجاز 24 صحفيا وتهديد 13 آخرين وفقدان أكثر من 630 صحفيا وعاملا في وسائل إعلام لوظائفهم. وخلال العام الجاري مارست ميليشيا الانقلاب 10 الانتهاكات، منها الحكم بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي وإعداد ملفات اتهام بحق 10 صحفيين مختطفين في سجونها بتهم العمل لصالح دول أجنبية، فيما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير إبريل الماضي تعذيب الصحفيين 10 ومنع أقاربهم من زيارتهم أو تزويدهم بالأدوية والملابس. ما يقارب 15 صحفياً وإعلامياً قتلوا على يد ميليشيا الانقلاب، بينما يقبع قرابة 18 آخرين في زنازينها. وطوال 3 سنوات عاش الصحفيون وما زالوا حالات من الخوف وفقدان مصادر الرزق، وهم الآن ما بين مطارد ومهاجر وباحث عن لقمة عيش.